بدأت أنا معك. ديت طلعت اشار اس جي اس سي 75 او 70. الموديل دوت باب استنلس من غير برده في الشاشه. في نوع منها تاني جي سي 70 او 95 ببرده في الشاشه وبابها ازاز. بيبقى فيه في الشاشه بتاعتها طبعا الشاشه بتظهر فيها اعطال عن لما بنعمل فيها تيست مود. بالنسبه للثلاجه ديت بما ان ما فيهاش برده شاشه التيست مود بنعمله عن طريق فتح باب الكابينه. بعد كده بنظبط تايمر كنترول على الماكسيمم بالنسبه للفريزر والكابينه. بعد كده بنقوم بتحويل تايمر كابينه للمينيمم تاني ثم تحويله للماكسيمم مره تانيه. بعد كده نمسك باب الكابينه ونقفله ثلاث مرات. واحد اثنين ثلاثه. ده صوت الصفاره او التيست اللي حصل بيدل ان في عيب عندي في المروحه انها لا تعمل. طبعا لو ما فيش العيب ده مش موجود في المروحه والبرده سليمه مش هتديني اي صوت. طبعا الاصوات اللي ممكن تخرج بعد كده على حسب العطل الموجود. مش شكرا.